أرضينا. كل عشان خاطر أرضينا. وبترشفونا وبترشفونا وبيسألونا وبيسألونا هو انتو مين هو انتو مين السعقوية السعقوية جبل نسيتو جبل نسيتو بركان نسيتو بركان نسيتو السعقة جاية السعقة جاية تتعدى عدو تتعدى عدو تتعدى عدو تتعدى عدو. الجيش المصري هو السطر الأول في كتاب تاريخ العسكرية في العالم. الانضمام إلى صفوفه شرف لا يضاهيه شرف، فهو أول جيش نظامي في التاريخ. على مر العصور الجيوش المصرية والجندي ضرب أروع الأمثال وأروع الصور الفدائية. بطك هيعلموك كل حاجة، مش عايز حد يقلق، المعلم بتاعك هيفيدك إن شاء الله وهيأهلك من الحياة الملكية أو الحياة المدنية إلى الحياة الميري والانضباط. فرض الصعقة فرض مقاتل منضبط. الجندي ببداية دخوله وترحيله من مناطق التجنيد إلى مراكز التدريب بتاعتنا بيتم استقباله ودخوله مركز استلام المهمات بتاعته، بيبدأ بيستلم مهماته اللي هي الأوفرول الحذاء بتاعه، المهمات اللي هينام فيها، المهمات اللي هيستخدمها خلال فترة تواجده بالقوات المسلحة. أول يوم وصلت فيه الصعقة، يعني على بوابة الصعقة قلعت ثوب الملكية عموما بمهنتي بشهرتي بأي شيء من هذا القبيل. انسلخت تماما من فكرة الممثل محمد رمضان لفكرة جندي مقاتل محمد رمضان. الفرد بيجيلي هنا مستجد، بيتلحق بكتيبة التدريب الأساسي، بيقضي فترة المستجدين، بنبتدي ننقله من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية. مجموعة صف، مجموعة اتباع. بيبدأ تنفيذ البرنامج، والبرنامج ده بيتخلله التعليم الأولي اللي هو إزاي بيتعلم يمشي داخل القوات المسلحة، ازاي يؤدي التحية، ازاي بيؤدي التدريب العسكري بتاعه. من الآن يا رجالة هتضموا وهتحصلوا على فرقة مهمة داخل وحدات الصاعقة، هي فرقة الصاعقة الأساسية ليكم. الفرقة ديت اللي هتأهلكوا إن احنا نكون جاهزين لتنفيذ المهام. المهام ديت هي أعظم المهام وأشرف المهام، هي الجندية اللي احنا لبسنا اللبس بتاعها. الأفرون اللي انتوا لابسينه يا رجالة هو أشرف زي في العالم. الفرد بيتعمل له زي توجيه أو مؤتمر أو مقابلة، بيعرف من خلالها إيه البرنامج بتاعه اللي هيتم التدريب عليه.
لازم يكون عندنا عقيدة قتالية ولازم نبقى فاهمينها، هي النصرة والشهادة. لازم نبقى عارفين ان الروح والنفس دي اقل حاجة هنقدمها لشعبنا والوطننا. جاهزين يا رجالة؟ مدرسة الصاعقة، أولى مراحل صنع الأبطال المنضمين حديثاً للقوات المسلحة، وهي إحدى أهم وأقدم قلاع تدريب القوات الخاصة في الشرق الأوسط. تأسست عام 1955 على يد النقيب جلال هريدي فور عودته مع عدد من الضباط من الولايات المتحدة بعد حصولهم على دورة الرينجرز. ومنذ هذا التاريخ وحتى اليوم تقدم مدرسة الصاعقة المزيد والمزيد من وحوش وأبطال المعارك من الضباط وضباط الصف والجنود. المدرسة بتقدم فرق تدريب مش لوحدات الصاعقة بس، لا بتقدم فرق تدريب للقوات المسلحة كلها، سواء فرق الصاعقة الراقية أو فرق الصاعقة الأساسية أو سواء الفرق التعليمية. انتقاء الأفراد والمجندين حديثاً لوحدات الصاعقة يتم بمعايير خاصة من لياقة بدنية عالية وقوة تحمل، فكفاءة العنصر البشري هي المعيار الأساسي الذي تعتمد عليه وحدات الصاعقة في تنفيذ المهام الصعبة التي تكلف بها. لذلك وضعت منظومة متكاملة لاختيار أفراد الصاعقة تتضمن عدداً من المراحل، تبدأ منذ مرحلة انتقاء الأفراد في مناطق التجنيد والتعبئة. المرحلة الثانية وبتتم هنا في مدرسة الصاعقة بواسطة ثلاث اختبارات رئيسية. الاختبار الأول هو الاختبار النفسي، وبيقيس مجموعة من الأوزان النسبية للسمات اللازم توافرها في كل جندي من جنود الصاعقة. ننتقل للاختبار الثاني اللي هو الاختبار البدني، وبنعمله في ثلاث إجراءات. الإجراء الأول اختبار قوة قبضة اليد، لازم نعرف قوة قبضة اليد بتاعت الجندي كم في المية علشان نشوف هل قدرته على حمل البندقية الآلية زي قدرته على حمل الرشاش زي قدرته على حمل الميلان. اتنين، اختبار قوة الظهر والرجلين بنفس المبدأ، الجندي له قوة رجليه كم في المية، قوة ظهره كم في المية، يقدر يشيل سلاح وزنه قد ايه. تالت حاجة القدرة على بذل الجهد، جهده قد ايه، ضربات قلبه قد ايه، يقدر يشتغل معايا قد ايه، يقدر يجري ضحية قد ايه. من بين ما يميز الجيش المصري أنه لا يضم بين صفوفه مرتزقة، قوامه يتكون من أبناء الشعب كافة، والتجنيد فيه إلزامي على كل شباب الوطن ممن تنطبق عليهم الشروط وفقاً لنص مواد الخدمة العسكرية بالدستور المصري بلا تفرقة والجميع سواسية. عايزينوي كيف حالك يا عزوي؟ وش اخبارك؟ كيف صحتك؟ والله خرفت هسه مخرف. شو يصير ماشي زوزك ولا ايش؟ والله ان شاء الله بعد ما قال لي بعد ما تطلع من الجيش تاخذ الشهاده من هنا على طول. لا عندي جيش سنه ولا ايش متواجه لي وادي بدري يا راخل نصبر عليه. يا تعزمنا طبعا هي. والله يا صاحبي ان شاء الله بعزمك قبل الفرح شهرين. عندي شهرين مره واحده. شهرين يعني انا لما كنت بقي هنا كنت بدور على العربوي اللي شبي، فلما عشرت ناس كشرقاوي وكصعيدي ولقينا مواقف تكمل بعض، فالحمد لله يعني غيروني واجد وتم عندي حب للجيش وحب للخلق، تم عندي تمام حتى في الازاز مشيت لهم زيارات تمام، مشيت لهم اللي عنده عزاء مشيت له واللي عنده فرح مشيت له. الجيش هو عباره عن ابناء الشعب يعني من جميع الفئات وجميع الشرائح ومن جميع المحافظات موجودين في الجيش. الصحيان هنا في مدرسة الصاعقة بيكون الساعة 4، بنبدأ أول حاجة بنعملها شد النمرة. شد النمرة ده المفروض ما ياخدش مننا أكتر من دقيقتين عشان ميعاد الجمع. كل واحد بيشد سريره وبيطلع على حمامه، اللي بياخد دش اللي بيحلق دقنه بيجي بيلبس الأفارول بتاعه وبيقفز وبيطلع يجمع في أرض الطابور. بنبدأ بقى بنعمل طابور اللياقة، نبدأ الاسترتشات السويدي، الضغط، العقلة، البطن، وبعد كده نروح نفطر
ان كل واحد يروح ياخد شاور كويس ونبدا نرجع للطوابير التعليميه. ده فتره المستجدين. صحكه صحكه فداء فداء المك المك صحكه صحكه فداء فداء تضحي تضحي. يمر افراد صاعقه ببرنامج تدريبي مكثف لرفع كفاءتهم وقدراتهم الجسمانيه يوميا. ينفذ الجنود طابور لياقة لمدة ساعتين اثنتين. يتضمن تدريبات الضاحية لمسافات تصل إلى 12 كيلو مترا. الشق والحاجة المميزة للقوات المسلحة طابور اللياقة، وده شيء أساسي بيبدأ الفرد المدني اللي هو ومعظم الشباب بره يعني ما بيواظبوش على موضوع اللياقة. لا، هنا ده أساس في القوات المسلحة وأساس أساس داخل وحدات الصعب. ممكن تجاريني ضعف ما أنا بجري. أما كرة القدم فلها مساحتها الخاصة لدى مقاتلي الصاعقة، فهي رياضة وهواية يحبونها، ويضم الملعب الجنود مع القادة، وهو الأمر ذاته الذي يحدث في المدرجات، القادة مع الجنود. علشانك شالوا الهم، تعبوا وشقوا وشافوا المر، علشان مصر وشباب مصر. 5 في 6 ب30 وحوش الصعقة تسوي ملايين. عالي وعالي وعالى ليه، عالي وعالي وعالى ليه، والصعقة في العالى ليه. طابور السير هو أحد التدريبات الميدانية التي يحصل عليها فرد القوات الخاصة أثناء تلقيه فرقة الصاعقة، ويهدف إلى رفع قدرة التحمل للفرد المقاتل حتى يكون مستعداً للسير على الأقدام لمسافات تزيد على 120 كيلو متراً أثناء تنفيذه المهام. في بعض المهام تتطلب أن الفرد يمشي 200 كيلو عشان يوصل للمهمة بتاعته ينفذها، فاحنا بنعود بندرب الفرد المستجد ان هو يمشي المسافات ديت قبل تنفيذ المهام الحقيقية لا تتنفذ، ونعوده على قوة التحمل والصبر والجلد. صعقة 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 صعقة، نار لهيب حرقة نار لهيب حرقة، يا من تريد قتالي يا من تريد قتالي، لنفسك موعد حدد لنفسك موعد، واحفر لنفسك قبرة واحفر لنفسك قبرة قبل أن تلقاني قبل أن تلقاني. فكرة الشعارات، يعني الشعارات من بعيد كنت أسمع أقول إيه شعارات، يعني برد الكلمة وبحرك يعني حاجة عادية جدا ما تحسش بيها غير وانت بالأفارول ده وفي وسط زمايلك وعلى أرض جيش بلدك وانت بتقول الشعار من قلبك. هتحس بشعور والله لو قعدت أوصف فيه من هنا لخمس ست سنين قدام ما حدش هيحسه غير اللي عاشه. هذا وعد مني هذا وعد مني، وعد وحوش وعد وحوش، وعد أسود وعد أسود. يحصل فرد الصاعقة على عدد من التدريبات لإكسابه مهارات الرماية بالأسلحة المتنوعة، وبنهاية فرقة الصاعقة يكون الفرد قد حصل على لقب رام ماهر، يستطيع تنفيذ جميع المهام القتالية بالسلاح. قطار أول تقدم. أرد ركب الخزنة. مجهز الهدف. عمر عندما تكون جاهز اشتبك. أما
اول مره اروح ميدان الرمايه وامسك سلاح، طبعا السلاح بيبقى له رهبه في الاول، بما اني شخص مدني ما مسكتش سلاح قبل كده. في البدايه الموضوع كان صعب شويه ان انا اصيب الهدف زي ما المعلم بيقول لي، بس مع التدريب كذا مره في ميدان الرمايه دلوقتي بقيت اصيب الهدف مظبوط، وصبت اكتر من مره، رميت كويس جدا. اول يوم ليا في ميدان تطعيم المعركه وانا بعمل اول تدريب، في نص المراحل حسيت ان انا فعلا في حرب، يعني فعلا حسيت يعني بملخ في دراعي ورجلي مش قادره ونفسي اتقطع، وميدان فعلا بيدخلني مود الحرب، مود ضرب النار فوقيك، ومود انك بتعدي من وسط نار وبتعدي باكتر من طبيعه ارض. كثيرة اطعن عاد في الخلف. ويتضمن الجناح الأساسي كذلك تدريبات مكثفة على فنون القتال والاشتباك الحر، سواء صد الضربات بالأيدي والسنك أو كيفية الطعن والدرء بسنك البندقية الآلية حين نفاد الذخيرة. في ميدان السنكي وحلقة الاشتباك يتم فيها تدريب الفرد المقاتل على كيفية القتال المتلاحم والدفاع عن النفس بالأساليب القتالية المختلفة بدون سلاح. يقوم فرد القوات الخاصة بكل التدريبات الشاقة التي تسمح له بالتعايش واحتمال كل البيئات والأجواء المختلفة، ويتدرب فرد الصاعقة على كيفية سد جوعه حينما ينفد الطعام عن طريق أكل أي حيوان بري يقابله في الصحراء. فخريجو مدرسة الصاعقة قادرون على انتزاع حياتهم من الطبيعة ومواصلة الحياة مهما كانت الظروف. بعد ما بدرب الفرد على طرق الحصول على الصيد، لو عاش في ظروف صعبة في جو المعركة يبدأ يذبح بطريقة الصاعقة، في عدم توافر آلة ذبح شرعية ممكن ياكلها نية وممكن يشويها لو هو عنده وقت. الفرد بعد ما بيتدرب على التعايش وبيتحط في ظروف صعبة بيعرف ان الحاجة ديت قد تكون فيها نجاته، الحاجة ديت نقطة المية ديت هي اللي هتديله فترة اطول ان هو يعيش، القطعة اللحم اللي هو هياكلها من اي طريق هيصطاده هي ديت اللي هتخليه يعيش. الفرد بيتدرب في التعايش ويبدأ يذبحه ويسلخه وياكله. صلوا 15 متر شبكة. هوب صعقة 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 صعقة. الجبال أحد ميادين التدريب بالجناح الخاص،
وفيها يتدرب الفرد المقاتل على كيفية اجتياز المعوقات والموانع في أرض المعارك الجبلية، سواء كان ذلك صعوداً أو نزولاً من ارتفاعات مختلفة وبطرق عدة. الفرد عشان يتم تدريبه في ميدان الجبال لازم يكون عنده عدة صفات مهمة جدا. أساس الصفات دي إن هو يكون يتمتع باللياقة البدنية العالية والكفاءة البدنية، الشجاعة، الإقدام، وأهم حاجة يكون عنده ثقة في نفسه. ساعتين. أنا كنت شغال على منع 5 اللي هو الانزلاق، ما كنتش متخيل إن أنا هطلع البرج ده كله وانزل من عليه وأنا ماسك في حبل. في البداية طبعاً كان أول بروفة أو تاني بروفة كان الموضوع صعب جداً، بعد كده تعودت طبعاً. 25 متر شمال، قاعد التمام، يعني هو المقصود بميدان الجبال بحمام السباحة هي فكرة زرع الثقة الزايدة في قدراتك كمقاتل أو كفدائي أو كرجل صاعقة. يعني في ناس مثلا هنا أنا شفتها كتير جدا كان عندها فوبيا للأماكن العالية دي، اتكسرت في يومين. تدريبات السباحة وقفزات الثقة من أهم التدريبات التي يتلقاها أفراد الصاعقة لأكثر من هدف، أولها قتل الرهبة والخوف، كما أنهم يتعلمون السباحة العسكرية التي ربما يحتاجونها أثناء تنفيذ المهام المختلفة. طبعاً زي ما العساكر لسه جالينا مستجدين ما عرفوش أي حاجة وعندهم رهبة من حمام السباحة، فإحنا بنطلعهم أول حاجة على 5 عشان ناخدوا رهبة حمام السباحة، تاني حاجة على 7، تالت حاجة المرحلة الأخيرة على 10 متر، وبعد كده بنطلعهم على الهرنس، وبعد كده بنعلمهم السباحه العسكريه اللي هي سايد ستروك. هدفها ان احنا ممكن لو احنا عايزين مثلا ننفذ عمليه مثلا في خط بارليف ان احنا نعبر القناه اللمه الثانيه من غير ما نعمل صوت في الميه او العدو ان هو يشوفنا. 10 متر سلم اهوت بس يا مجيب ازم. اكتشفت هنا ان القوه في قوه التحمل، في طول النفس، في اللياقه، في الشجاعه، في الثقه بالنفس. زي حمام السباحة هنا مثلاً دمدن من ضمن الميادين الكتير اللي عندنا في الصعقة، الغرض منه زرع الثقة في الإنسان واكتشافه إمكانيات كتير جداً هو ما كانش يعرفها. يعني مثلاً قفزة 10 متر أو قفزة 15 متر، عساكر كتير جداً من شكل الموضوع من بره بيقول يستحيل ممكن أن أقدر أعمل حاجة زي كده، بيطلع مرة واثنين وثلاثة بيكتشف إن هو عنده القوة وعنده الشجاعة اللي تؤهله إن يعمل حاجة كان شايف إن هي شبه مستحيلة. فتعلمت حاجات كتير جدا بجد، يعني اللي ما دخلش الجيش خسر كتير. توكلنا على الله ومعنا الله وكيل، ومعنا الله وكيل، ومعنا الله وكيل، ومعنا الله وكيل. صلوا على نبينا جملوا يا حاضرين، جملوا يا حاضرين، جملوا يا حاضرين. رغم ان يوم يعني اليوم الطبيعي في الصعقة يوم شاق جدا، ولكن وقت الراحة، وقت اي شخص ممكن يعيش يوم في الصعقة يقولك يوم وقت الراحة ده انا يستحيل اكلم حد، انا هدخل سريري اتغطى ببطانية انام، مش عايز حاجة من اي حد. احنا بنقضي وقت طويل جدا
مع بعض حكاوي وحواديت وثقافات كتير جدا. الحمد لله على السلامة، نورت بيتك. شكرا يا ابني، انت اللي عصبتني برضه. في حد يقول لاخوك كبير واحد زيك؟ ما واحد زي ده هو اللي رباك وعلمك. تقوم تضربني بالقلم؟ اضربك بالجزمة على دماغك. صغير يا صغير يا. بشوف كل ما هو طريف في حياتي، يعني كل حد عنده موهبة بيجي يعرضها لي، كأن مثلا كأن محمد رمضان عرب ايدل وذا فويس وعرب جود تالنت في شخص واحد. فبشوف حاجات مسلية جدا، بتسليني وبتسلي الموجودين ايضا. وفعلا فيهم مواهب غريبة الشكل. يعني في راجل قابلته بيقلد كل اصوات الطيور، يعني اصوات الديك الرومي والبومة ناس صوتها جميل جدا، ناس قارئة قرآن صوتها عظيم. فمصر ما شاء الله مليئة بالمواهب ومليئة بالأبطال. منسور منسور قال له أقول لك نكتة؟ قال له تفضل قول. قال له في مرة واحد أخرس بلع عريان اتكلم دقيقتين. برغم تعالي صيحات التدريبات الشاقة بميادين وحدات الصاعقة كافة، فإن هناك ما يخفف معاناة وصعوبة هذه التدريبات. فمنذ اللحظة الأولى لنا في ميادين الصاعقة وجدنا شيئاً مختلفاً عما قد يظنه البعض. تربط الكبير والصغير هنا مشاعر المودة والأخوة. الجندي والضابط الكبير يجمعهما حديث مشترك. وش مالك يا ريس؟ نابليون يا معلم. عندنا في مركز ترفيه القاده بيقعدوا معانا يوميا تقريبا، لو في اي مشكله بين اي اثنين زملاء بيحلوها لنا بشكل سلس جدا. حتى انا كمان واجهتني مشكله شخصيه مع زميل ليا هنا، كان تاتش بيني وبينه، كان على سبب يعني ما القائد قعد وصالحنا على بعض وخرجنا من القعده من الترفيه دي انا وهو اكتر من الاول صحاب واكتر من الاول حبايب وقريبين من بعض اكتر. القاده هنا تحس ان هو اخوك الكبير، ما بتحسش ان هو قائد عليك. الشغل انا بدي امر وهو بينفذ وزمايل وكل حاجه نكمل بعض. الظهر قاعدين بنلعب كره مع بعض، بناكل مع بعض. هي دي الروح، روح واحده. هي دي الزمان، هي دي الصاقه. طبعا انا كنت خش حياه عسكريه، اللي اعرفها انا كلها ميري، مفيش ضحك مفيش هزار مفيش لعب مفيش ترفيه. ده بالعكس، جيت هنا نفسيتي تمت 10 على 10. تبيت نزل ازيزه من تمنى اني نرد ذخره. القاده بيصاحبوني ونضحك ونلعب مع بعضنا ونفتح مواقف جديده على طول. والحمد لله يعني سواء من اول عسكري لعند لواء زي طروحه متواضعين، والحمد لله يعني احلى محبه. انت قبل ما تدخل الجيش كنت بتغني وعامل ألبوم ما شاء الله ما حدش سمعه غيرك تقريبا. ايه انت بس اللي سمعت الألبوم؟ ليه؟ كان محتاج دعاية. ما عملتش اي دعاية؟ لا ما كانش في دعاية. طب يعني طبيعي احنا دلوقتي اعتبرنا في عرب ايدل. تمام. ده استاذ وائل كافوري واحلام وغني وناخد رأي الشوشة يعني والزمايل. طول عمري جنب الحيط وماشي تاتاتا تا ومطلق السكه الغلط بالتلاتة. عيروني قالوا عم الشريف وعشان نضيف بقوا يحسسوني اني خيال مقاتة. ضربني السلك ولا حلت ملك ولا اراضي، ما بصتش عمري في رزق حد وديني راضي. ضربني السلك ولا حلت ملك ولا عرفنا ان ضربك السلك بس. بالنسبة للأكل هنا في مدرسة الصاعقة الموضوع بيدور في شكل نظامي أكتر. بيبقى الكتيبة كلها مجتمعة في أرض الميس، تدخل فرقة فرقة
فصيلة فصيلة. الموضوع كان بالنسبة لنا صعب في الأول، بس بدأ تدريجي الموضوع يتظبط، لأن احنا دلوقتي العدد بتاعنا من 3000 ل 4000 عسكري، فلازم الموضوع يمشي بشكل نظامي. بالنسبة للأكل، طريقة الأكل ما بتختلفش عن الأكل المدني، هو نفس الأكل اللي موجود بره. لما خشيت الجيش هنا نحسب الوكل مختلف طبعا، فول وبتيعه، هنا رأي الوكيل ناكل مكرونة مندي كبسة تمام، وكل ليش وكل بوادي وصحراء وزردير. لما جيت الجيش هنا جيت الفول هو والعدس والطبيخة والتشكيل واللحوم والسمك هو نفس الوكل. بالنسبة للأكل للجندي بشكل عام اللي هنا في الميزات المخصصة لتناول الوجبات بالنسبة للجنود هي مجهزة تجهيز راقي وعالي جدا من حيث تسوية الأكل والنظافة. ثاني حاجة وده الأهم، السعرات الحرارية اللي احنا بنخصصها للجندي دي مش محسوبة يعني كده، لا بالعكس دي محسوبة بجرامات معينة بسعرات حرارية معينة. الأول بتكفي المجهود ولازم تكون مغطية المجهود اللي بيبذله الجندي بحيث انها ما تكونش زيادة عن السعرات دي. حتى يعني الجنود بعد ما بتخش القوات المسلحة بتلاحظ ان الجسم بتاعه بيبدأ الشاب بيكون مفرود، ازداد صلابة وقوة. ليه؟ لان السعرات الحرارية والاكل اللي بياكله بالظبط مظبوط على قد المجهود اللي بيبذله من طوابير لياقة من تدريب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. كتير جدا بيظلم جيلي، انه جيل يعني جيل طايش وجيل يعني ما عندوش نزعة دينية. لا احنا الحمد لله رب العالمين، يعني يا ريت جميع مساجد مصر تبقى زي مسجد الصاعقة هنا، وقت صلاة الفجر ووقت صلاة الظهر ووقت صلاة الجمعة تشوف الحمد لله رب العالمين القائد المدرسة جنبه والجندي الضابط في الصف الرابع وضابط ده موجود هنا بالفعل. شرف الجندية في الإسلام شرف لا يناله إلا الرجال. إن من أشرف الأعمال على وجه الأرض الدفاع عن البلاد والعباد. إن الإسلام جعل الانخراط في صفوف الجندية شرف عظيم وسبب من أسباب استحقاق صاحبه الأجر العظيم. لذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون وطنه وأهله فهو شهيد. صفخ صف صفخ اتبع. جنود الصاعقة هم من أرجاء المحروسة كافة ومن بيئات اجتماعية مختلفة، كان من الممكن أن يجدوا بعض الصعوبة في التعامل مع بعضهم البعض إذا ما تجمعوا في مكان آخر. أما هنا بين جدران الصاعقة فلا صوت يعلو فوق صوت المساواة. المساواة دي من أهم وأساسيات العسكرية المصرية، لازم القائد أو المعلم يساوي بين جنوده. إزاي يعرف يتعامل مع الأفراد اللي داخل قدامه بمختلف مستوى التعليمي بتاعهم، مستوى الثقافي ومستوى المستوى الاجتماعي. مفيش فكرة تفرقة، وده شيء عظيم جدا، يعني ده شيء اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا محمد قال: الناس سواسية كأسنان المشط المتساوي. ده موجود هنا بالفعل في الصاعقة، كل الناس واحد، العسكري زي الضابط زي صف ضابط، كلنا بنبقى إخوة مع بعضينا، لأن في الآخر في مهمة هتتنفذ، واللي هينفذ المهمة المجموع، مش هيقول فلان أو فلان، لا ده كلنا مع بعض اللي هننفذ المهمة. هذا التدريب والتعلم والمعايشة الحقيقية لابد أن يكون له الأثر العظيم على شخصية الشاب الذي يشرف بالخدمة في جيش وطنه، فالتجنيد يصقل شخصية الشاب بالخبرات والتجارب
التي تساعده على مواجهة حياته العملية معتمداً على ذاته وقادراً على استيعاب أصعب الظروف في أصعب الأوقات. أنا قبل ما أجي هنا الجيش كنت إنسان غير مرتب عصبي. أول أجازة لي نزلت اكتشفوا فيني اتغيرت، بقيت أصحى بدري، بقيت مرتب، بقيت عندي كل أفكار. قدرت دلوقتي إن أنا أهيئ نفسي إن أنا أعيش تحت أي ضغط أياً كانت الظروف إيه، سواء الأكل، الشرب، قوة التحمل، أنا ما نمش كتير. استفادات بطولية، استفادات على مستوى الصحة وعلى مستوى الاهتمام بالنفس والاهتمام والثقة في النفس، شؤون القيادة إزاي تبقى قائد، تعلمتها هنا من حكم متابعتي للقادة. صدقت يا رسول الله، نعم هم خير أجناد الأرض وبعون الله سيظلون في رباط إلى يوم الدين كما بشرتنا يا خير البريه. الجندي المصري فيه ميزات مش موجودة في جيوش العالم، العقيدة إن تراب الأرض دي، إن أنا دمي وروحي وفداه، مش موجودة في معظم الجيوش. ادخل الجيش بحب، ادخل الجيش بأن أنت راجل يتبقى قدام ولادك وأحفادك وقدام نفسك أنت خدمت في الجيش المصري، أقدم جيش في على وجه الأرض، أكتر جيش له إنجازات على وجه الأرض. أقسم بالله العظيم، أقسموا على صون الوطن وحراسة أراضيه في السلم قبل الحرب، فهنيئا لنا بهم رجالا أشداء، وهنيئا لهم بشرف الجندية في جيش مصر. منفذاً لأوامر قادتي، مطيعاً للأوامر العسكرية، محافظاً على سلاحي، لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد.